أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الصيد بالنباطة؟ هذه من المثقل، من الوقيد. النباطة اللي يسمون حصاد صغيرة، حصل خذف، هذه ما يحل ما مات بها، لأنها وقيدة. نعم، لأن الحصى لا يقتل بحده، وإنما يقتل بثقله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان معه، لكن ما ذبح بالرصاص، رصاص البندق أو الشوزل، أو هذا مثل المحدد وأشد، يفري الجلد ويمر في البدن، هذا لا بأس، أشد من السهام الأولى. نعم. أما الحصات، لا، الحصات ما تنفذ في الجلد ولا تدخل في اللحم. نعم.